دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، شكرا على المتابعة وعلى التفاعل. منذ قليل كان حاضر معنا بالهاتف المختص في المخاطر الطبيعية الأستاذ عامر بحبة، ووضح الصورة فيما تعلق بموجات المد البحري وأيضا تأثيرات ثوران بركان إتنا على السواحل التونسية، وقالوا أنه ما ثمش حتى تخوف من ثوران هذا البركان، وما ينجمش البركان يتسبب في تسونامي، فلا مجال لأنه نتبعوا مثل هالمهاترات اللي نشوف فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. مواصلين في استقبال ضيوفنا سعداء جدا كما سبق وذكرنا في تقديم البرنامج، وأنه تكون حاضرة معنا مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر الهاتف نائب رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت سيدة حسن الوجود بن مصطفى. مرحبا بك سيدتي كريمة على موجة الإذاعة الوطنية. مرحبا بك سي شهاب، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية. شكرا جزيلا، نشكرك على الاستضافة. الله يخليك، بارك الله فيك. أنت زادة بارك الله فيك على الحضور. احنا نمشي لإشارة الركن ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن حديث الساعة. سيدة حسن الوجود، يوم السبت 20 جويلية 2024 انعقدت أشغال المجلس الإداري الدوري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بإشراف رئيس المنظمة سي أصلان بن رجب. لو تحطنا في الإطار أهم مخرجات هذا المجلس الإداري. مرحبا بكم. احنا الكونكت تعودت منذ تكوينها كونه يكون عندنا لقاء دوري يصير كل 3 أشهر يجمع رؤساء المكاتب الجهوية والمجامع القطاعية اللي توا والحمد لله ولات تضم عدد كبير من الهياكل. عندنا أكثر من 70 هيكل قطاعي وعندنا أكثر من 16 جهة. اللقاء هذا يكون فرصة للاطلاع على المشاكل اللي يواجهوها مختلف القطاعات، نسمعوا مشاغلهم، نشوفوا شنو الجهات خاصة المناطق الداخلية شنو المشاكل اللي قاعدين يعانيوا فيهم. وهذا دور الكونكت واللي معناتها تعودت كونها تقوم بيه. الكونكت كما تعرفوا صوت المنخرطين متاعها وقوة اقتراح كما تعودنا مع مختلف السلطات الجهوية. تعرفوا هذية طوى الكونكت عمرها 13 سنة. تعودنا باش يكون هذية الواجب اللي قاعدين نخدموا عليه، وإن شاء الله قاعدين نقوموا به وقاعدين نحسنه ونحاولوا باش نسهلوا عيشة الشيف دونتربريز اللي للأسف نقوله ساعات المرارة اللي قاعد يعاني من برشا صعوبات. بالضبط، أنا حبيت نسألك يعني في النقطة هذه بالذات، أنت تعرفوا أنه الوضع الاقتصادي عموما نتأثر، لأنه إحنا في محيطنا الإقليمي والدولي نتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي. تعرفوا أنه كورونا ساهمت في أو أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، الحرب الروسية الأوكرانية وما إلى ذلك. فسيدة حسن الوجود، حطنا في إطار جهود الكونفدرالية لمرافقة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تأثروا بطبيعة الحال بهذه الصعوبات. شنو جديد هذه الجهود؟ فماشي جهد مبذول ضروري جدا وأن نضويه عليه ونحكيه عليه على طريق مرافقتكم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. والله كما كنت تقول سيادتك، الأزمة انطلقت أزمة عالمية ماهيش تخص تونس بصفة خاصة، لكن حتى حد ما ينجم ينكر اللي الاقتصاد التونسي قاعد يمر بأزمة، واللي نسبة النمو اللي تشهدها تونس نسبة نمو ضعيفة. احنا شنو اللي طالبين؟ كما تكلمنا دغنيغما مع أحد المسؤولين، 3 نقاط نمو. ما نحاولوش باش نعقدوا الامور برشا. هاد 3 نقاط نمو هذوما منين باش نجيبوهم؟ وشنو ما العراقيل اللي واقفه باش تخلينا ما نوصلهمش؟
هذايا احنا نلمسوا فيه من خلال المشاكل اللي قاعدين يعانيوا فيها اصحاب المؤسسات، سواء المؤسسات المنتصة والا المستثمرين اللي يحب يدخل طوى، يحب يعمل مشروع، والا الشباب اللي كيف شباب اللي قاعد طوى يعاني من برشا صعوبات. عندنا برشا شركات ناشئه اللي قاعده تحاول باش تدخل للسوق وتحاول باش تلقى بلاصتها، واللي الشباب هذايا راهو اللي قاعد طوى عنده برشا افكار ممتازه، واللي ما عادش ينجم يتاقلم ويعيش في الظروف كما اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا، اللي ما عادش يحكي نفس اللغه، ما عادش يفهم اللغه اللي قاعدين نتواصلوا بها معاه، ما عادش ناجم يقعد يستنى يقف في صف والا يستنى في مضمون في اداره. هذايا بديت لك بالشباب ونمشي لك على خاطر يمكن الفئه نتاع الشباب هما اللي قاعدين توا نحاولوا باش نشدوهم، واللي يمكن اصحاب المؤسسات استنسوا، ماذا بينا ما نقولوش استنسوا، ماذا بينا ديما يكون فما التحسين، ما نستنسوش بالحاجه اللي يمكن قاعده تعرقل وقاعده تتنقص لنا في نسبه النمو نتاعنا، وقاعده تقف وقفت لنا في خلق الثروه. نحبوا نخلقوا الثروه، شكون يعاونك باش يخليك تخلق الثروه في ظروف ملائمة باش تحسن نسبة النمو، باش توفر مواطن الشغل. راهو في الاخر الكل مصلحة صاحب المؤسسة، مصلحة المستثمر، ومصلحة الدولة، ومصلحة اقتصاد بلادنا، الكل راهو ماشي في نقطة واحدة. واحنا الكونكت ديما كانت النظرة نتاعها واضحة، والمواضيع اللي نحكيوا عليهم ساعات نحشم باش نقول منذ سنوات. معناتها هو المكبلات الإدارية، احنا معك على طول، يعني فما بيروقراطية إدارية، وهذه ذكرتها في ختام المجلس، قلت دعيت إلى الحد من الإجراءات الإدارية المكبلة للمؤسسة، كنت تحكي في الموضوع هذا، أيضا مراجعة كراسات الشروط ومنظومة التراخيص المسبقة. نضيف حاجة أخرى، وأنه يحتاج الأمر إلى مراجعات تشريعية، ورئيس الجمهورية كان أكد في أكثر من مناسبة وأنه البلاد تحتاج ثورة تشريعية. الإطار التشريعي ما نجموش نتحركه خارج نطاق تشريعي ملائم، واللي مع المرحلة هذه ما نجموش نخدمه. الكل راهو ينطلق من الإطار التشريعي، وداير احنا ديما على تواصل مع مجلس النواب، يعيطولنا يستمعولنا، نعطيو مقترحاتنا، وهذه نقطة إيجابية الحق. هالنظرة التشاركية اللي ديما فما تواصل. أخيرا القانون نتاع الشيكات مشينا وعطينا رأينا فيه، الواتشانز الحق ديما يتم تشريكنا. فما جهد، ما قلت مش ما فماش، المشكل اللي عامل الوقت للأسف. معناتها الواتشانز قديش قاعدين نستناو في الواتشانز؟ قانون الصرف، قانون الصرف. قانون الصرف كل شهر نقولوا هاو الشهر هذا، وراو كل وقت قاعدين نخسروا فيه، راو عنده تبعيات نتاعو. نخاف نقول ساعات نوصلوا للنقطة اللي رجوع منها يكون صعيب. قد ما الإصلاحات تاخذ وقتها وتبدأ على بكري، قد ما النتائج نجموا نشوفوها معناتها بسرعة أكثر، ونجموا نخلطوا للأهداف نتاعنا بيان سور في وقت أقل. احنا متفاعلين معاك كبرنامج المشهد الآن. محلل الحصة نجم الدين العكاري حبيت يتفاعل معاك سيدة حسن الوجود. تفضل، مرحبا بك. يعيشك. مادام حبيت نسلك، نحن نعرف التوانسة الكل للنسيج الاقتصادي نتاعنا مسيطر عليه البي ام او، معناها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى انتم في الكونكت اغلب المنخرطين نتاعكم هما الاولاد ولا اصحاب البي ام او. لو شفنا في الفترة الأخرانية ثم برشا تمويلات وخطوط تمويل أجنبية وغيرها دخلت عندكم، شي بعض المطالب لتمويل
قليل، خاطر نعرفوا الشركات المتوسطه والصغرى المتوسطه قاعده تعاني حتى من القدره على التنافس وداخليا وخارجيا، عندها نيه في الخروج من السوق التونسيه للاستثمار في الخارج ولتصدير منتجاتها. شنو هي اهم الحراك اللي قمتوا به للمساعده ومرافقه المؤسسات الصغرى المتوسطه؟ والله ترجعني المشكل، بارك الله فيك، ترجعني المشكل التمويل. التمويل هو المعضلة اللي قاعدين سنين نحكي عليها، وللأسف في التوى نرجع حتى للأرقام اللي قاعدة تخرج. احنا عندنا مقياس الباغوميتر دو لا سانتي دو لونتربريز اللي قاعد يخرج في أرقام، ومن أهم الأرقام هي الولوج إلى التمويل. من شيرة لاكسي للفينانسمون صعيب، ومن شيرة أخرى لو كود فينانسمون كيف كيف الفوائد والكول كله التكلفة، تكلفة التمويل تكلفة كبيرة برشا. وقت اللي نحكيه على 13 و14% مع بعض باللي كوميشون والكل، باللي فهمني شكوني الشركة اللي تنجم تخرج ربح معناتها صافي أكثر من 12 و13% اللي مش عطيهم للبنك. هذا ما نحكيوش على الشركات الناشئة اللي ما زالت تشوف في خطواتها، واللي ما زالت هذا إذا خلطت له، على خاطر فما برشا شركات حتى بالتكلفة هذه وما تخلطلوش، واللي كيف يرجعوا للميكرو فينانس اللي التكلفة نتاعو أكثر. ما نحكيوش للميكرو فينانس عنده تكلفة كبيرة على خاطر يقولك نسبة المخاطر كبيرة. يلزمنا راو التمويل بديل، ما نجموش خاصة للشركات. أي والحال على ما هو عليه سيدة حسن والحال والحال كما وصفتي، يعني شنو المطلوب؟ شنو رؤيتكم؟ المطلوب توا الشركات الصغرى والمتوسطة برشا مرات تكلمنا على ديليني دو فينانسمون، معناتها خطوط تمويل اللي فيها نسبة فيها بونيفيكاسيون. انت تقول خطوط تمويل بديلة، شنو هي اعطيني البدائل مثلا وقت اللي نحكيو فما برشا معناتها بدائل البديل. والحاجة يا اما ينجم يكون على طريق البنوك مع البنك المركزي، ونحاولوا باش نلقاو خط تمويل اللي الكلفة نتاعو تكون أقل من هذية. ما نجموش نعاملوا احنا المختلف في القطاعات ولا الشركات، معناتها فما شركات قادرة. معناها تحكي على إجراءات تفاضلية، يعني تحكي على امتياز تفاضلية حكينا عليهم برشا مرات، خاصة وقت الكوفيد في الاخر. توا ديغنييرمون سمعنا يظهر لي فما خط تمويل صادق عليه البرلمان لايمة الاخر، اللي صادق عليه البرلمان ان شاء الله ان شاء الله يشوف ضوء بسرعه، على خاطر تعرف نرجعوا ديما نحكيوا على الريزيليونس والصمود نتاع الشركات. معناتها الشركات نتاعنا حتى لتوا الريزيليونس نتاعها والصمود نتاعها اثبت قدره كبيره، لكن الى متى؟ ديما نعاودوا نرجعوا نقولوا الى متى. معناتها ما عادش معناتها اون سيتواسيون سيرفي، احنا ما عادش نلوجوا، ماناش نلوجوا على سيتواسيون سيرفي. نورمالمون نلوجوا على النمو، نلوجوا على الاندستري 4.0، الاندستري 5.0، نلوجوا على الغوشيرش والديفلوبمون. مازلت نحاول انا توا باش نرجعوا للغوستركتوراسيون والشركات اللي قاعده تعاني من الصعوبات. لكن مادام هو في المؤشر نتاع التطور التكنولوجي حسب البارومتر الاخراني اللي تعمل يقولوا قريب 60% من المؤسسات الصغرى والمتوسطه عملت تقدم في المجال هذا. والله ما نعرفش على ان هو البارومتر اللي تحكي عليه هذا، راه ما نجموش نعموه على مختلف المؤسسات، خاطر فما شركات واللي قاعده توا تخدم اللي يخدموا على اللاي، معناتها مانيش نحكي على التشيك، في بري قاعدين يقدموا اللي هما معناتها الشركات المتخصصه. انا نحكي لك على الشركه الصغرى والمتوسطه، الشركه الصغرى والمتوسطه باش تخلط الغوشيرش والديفلوبمون يلزمها تكون معناتها ديجا خالطه باش تعيش. اللي احنا توا قاعدين نشوفوا برشا شركات اللي
معناتها في حالة الحق معناتها. احنا اخذنا حيز من الوقت وسمعناك فيما يتعلق بالصعوبات اللي تعترض، واحنا معاك في اللي تحكي فيه، تعترض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولكن فما اشكال نعيبوا فيه بعض الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. تعرفوا انه الخيار اللي اخترته تونس اليوم هو القطع الكلي مع كل اشكال التشغيل الهش، ولكن نلاحظوا انه بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تلتزم بهذا الخيار. والله احنا الوقت اللي نحكيه داير الكونكت كيما طالب بالاصلاحات وكيما طالب بيشتهل عيشة الشركات والمؤسسات كيف تدعو. وتعرف احنا خدمنا برشا على المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسه. احنا وقت اللي نحكيو على كل ما هو خلق ثروه وكل ما هو استثمار، نحكيو كيف على الاستدامه. الاستدامه ماناش نحكيو على الربح السريع والا معناتها المشاكل الظرفيه والا الربح الظرفي. احنا نلوجوا على الاستدامه، على التنميه المستدامه، ومن جمله الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها راهو قاعدين نخدموا على دي زاتولي دو سنسيبيليزاسيون للشركات. نحبوا شركه كيما تطالب حقوقها، كيف تعطي حق الخدام وتلتزم وتنخرط في المسؤولية. للأسف الشيء هذا مش صاير، والبلاد قطعت أشواط في هذا المجال، نحكي على القطاع العمومي، ولكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة عدد كبير منها ما زال يعتمد آلية التشغيل الهش للأسف الشديد. اليوم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أي دور لها في هذا الإطار؟ هذا شنو هذا بخلاف ورشات التحسيس والتوعية. احنا على التشغيل الهش فما قانون اللي ينظم يظهر لي الامور هذيا، وكل شركه تلتزم بالقانون اللي ينظم معناتها السيكتور نتاعها. يمكن تشغيل هش الكلمه معناتها تخرج من نطاق الالتزام بالقانون من جهه، والا فما نحكيو زاده يمكن ساعات يصير خلط راهو اللي فما شركات اجنبيه اللي عندها شغل موسمي ساعات. باش نعطيك مثال انا مدام، لانه ما بقالناش برشا وقت الحقيقه، ونحاولوا نستغل وجودك معنا في اكثر من نقطه. تعرفوا انه بعض الشركات وانت تحكي على الصعوبات قد تصل الى انه تغادر القطاع او تعلن افلاسها. اليوم اللي يشتغل عبر آلية التشغيل الهش يلقى روحه عاطل عن العمل دون أي ضمانة من الضمانات، وهذا صار في أكثر من مناسبة. سمحني من أنت تحكي على العامل اللي يدخل بالضبط اللي يدخل ويشتغل بآلية التشغيل الهش المناولة وما إلى ذلك وغيرها، بعدين لما تفلس الشركة يلقى روحه عاطل عن العمل وما عنده حتى ضمانة تضمن له عيش كريم. احنا والله ماذا بينا ما نوصلوش بالشركه تفلس، وماذا بينا طبعا ولكن نحكيو الاليات هذوما كما قلت لك فما قانون ينظمهم واللي يخالف القانون احنا فما اليات مراقبه اللي لازمها تقوم دورها زاده. ما نجموش احنا تكون عندنا نظره على القطاعات الكل وعمرنا ما كنا نشجعوا معناتها عدم الالتزام بواجبات الشركة، وهذا ديما نعلنوه ونقولوا وقت اللي نطالبوا معناتها بحقوق الشركة ولا نطالبوا بالإصلاحات وإلا نطالبوا بالمناخ نتاع استثمار، راهو نحبوا في نفس الوقت الاستدامة. كي نحكي على الاستدامة وبناء معناتها ونحكي على معناتها تمكين مختلف الأطراف من حقوقها والعامل لازم يكون معناتها العنصر البشري، راهو كي نحكي على المسؤولية المجتمعية فيها جزء كبير من العنصر البشري. العنصر البشري يلزم يكون او سونتر دو لاكتيفيتي، على خاطر بلاش العنصر البشري الشركة ما تنجمش تقدم. هذا واضح وهذا هذا اكيد ما
مادام نحكيو على الاستثمار معناتها ما فيها حتى خلاف. واحنا مادام نحكيو معاك على الاستثمار ولقائنا الإذاعي للأسف الشديد انتهى، إن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى. المهم أكثر من غيره سيدة حسن الوجود هو الاستثمار في العنصر البشري، أنه الإنسان لما يجي يشتغل في مؤسسة صغرى متوسطة يكون فرحان أنه جاي يخدم، مش قلق، يعني يحس وأنه يتمتع بحقوقه حتى ينجم يعطيك أكثر ما يمكن وتمشي معاه إلى أبعد الحدود. وقت اللي نحكيه على الاستدامة البيئية والاجتماعية بالضبط. يلزم الشركة تعرف وقت تستثمر في العنصر البشري رو فما مردود آني ومردود مستقبلي واضح. وهذا ديما اللي نحكيه عليه رأوا الشركة ما تنجمش تقدم إذا ما فماش إذا العنصر البشري ما عندوش المكانة نتاعو في وسط الشركة. وهذا خير ما هذا واضح راهو والنتائج أثبتت هذايا واللي ما يتأقلمش مع المعايير الجديدة هذايا سواء البيئية والاجتماعية باش نهار من نهارات باش يلقى روح نفسه باش يضمحل، وهذايا اللي قاعدين نوعيو به في الشركات. يعطيك الصح يعطيك الصح باش يقوموا بدورهم لمصلحتهم هما وبيان سور مصلحة اقتصادنا. قلت كما قلت لك من الاول راهو الزوز عناصر يمشوا مع بعض. شكرا جزيلا يعطيك الصحة وبارك الله فيك. هذا خير بارك الله فيك، هذا خير ما نختم به لقائنا. شكرا جزيلا نائب رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت السيدة حسن الوجود بن مصطفى. بعد قليل زميلتنا نفيسة حسني في تأمين نشرة الأخبار، وهذه تحية من برنامج المشهد الآن لكل للعنصر النسائي ولكل الأمهات. أغنية جميلة جدا محببة إلى قلبي بها نوصل إلى خاتمة هذا العدد.